معكم محمد عبد الله صاحب مشروع هيربورست السعودية. طبعا احنا براند يختص بالمنتجات الاندونيسية وعندنا وكالة حصرية عليه في المملكة. البراند يختص بمنتجات عناية بالبشرة تحتوي على مستخلصات طبيعية، مو بشكل كامل لكن تحتوي على المستخلصات الطبيعية. وعندنا في حاليا احنا قاعدين نشتغل على الموقع الالكتروني كتجربه لنا، وهذا اول ايفنت نبدا فيه، والحمد لله يعني الى الان في اقبال علينا يعني جدا جميل، حاجه ما كنا متوقعينها ولله الحمد. يعني زي ما انتم شايفين احنا حاليا موجودين في ايفنت السجاده الحمراء ريد كاربت في فندق الهيلتون قاعه القصر. الايفنت يبدا من اليوم اللي هو 11 وراح ينتهي في يوم 15 ان شاء الله. احنا متواجدين حاليا في فندق هيلتون جدة في قاعة القصر من يوم 11 يناير 2024 إلى يوم 15 يناير 2024.